السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الكرام، عدنا لكم مرة أخرى مثل ما وعدناكم كل سبت. أنا والشاب النشأة أكرم هيهم يا سلام. حلوة قاعد يا شباب يشرح الكلام اللي قاعد أقوله أنا، أوكي؟ بس بلغته الخاصة. قول لهم هاي جايز. يا شباب ايش رايكم باللوك الجديد حق نشأة؟ حلقنا له شعره وصغنوه عشان نعيد زي كذا، ها بابا؟ ايش ده؟ والله يا شباب انا اسف جدا ما عرفت اترجم، انا داري ايش قاعد يقول، لكن ربي ان شاء الله يسهل الامور، اوكي؟ حبيبي اذا بتستمر على هذه اللغه صدقنا، ها؟ ها اوكي صدقنا، اذا بتستمر كذا طالع فيني كذا، اذا بتستمر كذا برجعك اليمن، تدرس هناك تتعلم هناك، ترى في اليمن في مليان اشغال، والله العظيم بتشتغل في مطعم، بتشتغل في شركه، بتشتغل في حتى قتال، اليمن حتى لو تبغى تقتل يشغلوك. باليمن اذا حاب تقتل بتشتغل، والله بتجيب فلوس باليمن اي حاجه تبغاها. الحين انت صار عمرك 18 سنه، اوكي؟ طلعت بيت لحالك، اجيت ابغى ازورك، لازم اسوي معاينه. ها؟ كيا؟ كيا؟ تعال 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 قاعد هنا، خليني اسالك مع بعض اسئله. الحين صار عمرك 18 سنه. طلعت لك بيت، عشت لحالك. لحظة عشت لحالك، بالله من جد يا ابني، لازم لي موعد عشان اجي ازورك. ها؟ يا شباب اقسم بالله العظيم ان الحياة صارت خوف في هذه البلد، والله العظيم، الحين بتقول انت ليش تنقل السلبيات؟ كل بلد فيها سلبيات في ايجابيات. الحين يا شباب على سبيل المثال هذا يصير عمره 18 سنة، والله العظيم لو تبغى تزوره فلازمك موعد عشان تزور ابنك. بابا قال السلبيات، اوكي؟ بليز، تعال هنا، تعال هنا. يعني يبغى لك موعد عشان تزور ابنك، ابنك يقول لك بابا تبغى تجي عندي لازم تسوي موعد، موعد زيارة عشان تزور ابنك تسوي موعد زيارة، تخيلوا. يعني ثاني شغلة كمان في المدارس، أنت تربي ولدك هنا وتعلمه في الدين وهناك يعلمه شيء آخر. مصيبة كبيرة عاد لو الولد جاء من اليمن كبير عمره 20 25 25 سنة جاي من اليمن، أوكي يعني قد فهم القيم والعادات والتقاليد والدين، إيش الحرام وإيش الحلال. لكن هنا مهما علمته يا شباب في المدرسة يعلموا شيء آخر. بابا نسخ هذا، والله يحكي عربي، هذا ريموت حق التلفزيون، جهاز حق التلفزيون، أوكي؟ فهنا صعب 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 جدا يا شباب في هذه الأمور. يعني 18 سنة 19 سنة، في ناس جاء عمرها 20 وخربت وانتهى مستقبلهم في هذه البلد، إلا من رحم ربي. فأدعو لنا السلامة يا شباب، ورمضان مبارك وعلينا وعليكم، وقرب ايش؟ شوف انا متحمس قاعد اتكلم معاهم، هلا والله ومرحبا، وانت خربت مزاجي، خربت علي هذا، خلاص ما بتكلمش، خلاص روح. انا قاعد اتكلم مع الناس وانت ما اعطيتنيش اهتمام، ليه ما تعطيني اهتمام يا بابا؟ شوف انا اتكلم مع المتابعين تبعك. تعال بوسه بوسه، هلو، اوكي فهمتوا يا شباب؟ فالحياه هنا صعبه، لكن ان شاء الله ربي يجيب الخير، والله العظيم يا شباب اقسم بالله لو مو ادرس انا كليه وهذه اخر سنه وخلصت اموري من الالف للياء في هذا البلد، والله ما بقعد، اقسم بالله بمسك هذا الولد احطه على التاهيل نضرب ان شاء الله في اي بلد، وربك يسهل الامور. على العموم يا شباب حبيت اقدم لكم هذه بعض الاشياء مع نشأة الحب، نشأة القلب، نشأة الفؤاد، نشأة الروح، نشأة الأكسجين تبعي. فمثل ما عدناكم كل نهاية أسبوع بدنا نكون ننزل كذا بعض السوالف أنا ونشأة، خلوه يكبر شوية نشأة كذا، يبدأ يفهم أكثر من كذا، يفهم واللغة تقوى عنده، العربية والهولندية تكون مرة بريفكت، حتلاقوا محتوى والله العظيم على كيف كيفك، والله وعد مني وعد شرف. فأنتوا إذا عندكم أفكار حلوة كذا حطوها في التعليقات تكفوني يا شباب، أوكي؟
لا نقول لكم وداعا بل سنعود لكم ان شاء الله باذن الله الواحد الاحد بدايه اسبوع جديد. هذا احلى بوسه، لا تنسوا اللايك والسبسكرايب. عندك كلمه تقولها قبل ما نسكر؟ ها يلا قول لهم لايك يلا بابا. هات بوسه، انا عارف انك تبغى بوسه تحت. يلا قول لهم لايك يلا يلا بابا. زعلان؟ خلاص هات بوسه. يلا قول لهم لايك سبسكرايب. لايك سبسكرايب.